قدمت الكثير من الاسهامات ترجمت كتبهم في الطبي وكتبهم في الفيزياء والكيمياء وعلم الفلك وغيرها يعني من الكتب التي اسهمت لاحقا في بناء الحضاره الاوروبيه لولا العرب الذين شكلوا حلقه الوصل ما بين الحضارات القديمه والحضارات الحديثه لما وجدنا اليوم هذا التطور الذي وصل اليه العالم الاوروبي والعالم الغربي بصفه عامه. طبعا اللغه العربيه لما نتحدث عن اللغه العربيه ياتي دائما في المقام الاول الحديث عن النص المقدس القران الكريم والحديث النبوي الشريف. القران الكريم هو ابلغ الكتب على الاطلاق افصحها واكثرها بيانا. هذا النص المقدس هو القران الكريم الذي يعني اختار الله عز وجل ان يكون باللغه العربيه والتي ستكون ايضا هي لغه اهل الجنه. كرم اللغه العربيه من خلال ذلك يعني فنجد بان التكريم الذي حظيت به اللغه العربيه من خلال نزول النص القراني الكريم بها يعد تكريما ما بعده تكريم. ولولا النص القراني المقدس لما حفظت اللغه العربيه كما يعنيه لان اللغات من شانها التطور والتبدل. اللغات لا تثبت على حال واحد، متغيرات العصور ودخول العنصر الاعجمي يؤثر على اللغات فيكسبها الفاظا جديده او تسقط عنها الفاظ جديده، احيانا يدخلها اللحن كما حدث في العصر العباسي لما دخل العنصر الاعجمي على العالم العربي. فهل التغير الذي يحدث في اللغه العربيه لولا القران الكريم لما حفظت، يعني لا اصابها ما اصاب كثير من اللغات القديمه على غرار اللغه اللاتينيه التي نجد بانها اصبحت لغه متحفيه، يعني دخلت المتحف ولم تعد لغه لائقه بالاستعمال اليومي، تستخدم تقريبا فقط في يعني في المجال الديني. اما اللغه العربيه فهي لغه حيويه، لغه الاستعمال اليومي، بامكاننا ان نستخدمها في المدارس وفي الجامعات وفي المعاهد وحتى يعني في حياتنا اليوميه لما لا، ولكن بشرط ان تكون لغه يعني محكية قريبة من المستوى الذي هو عليه أو الذي يكون عليه أبناؤنا وتلاميذتنا وطلابنا. ف يعني حتى نكرم اللغة العربية كما كرمها الله عز وجل بإنزال النص القرآني بحقها علينا أن نعيد لهجتها وأن نحتفي بها ليس في يوم واحد ولا في يومين وإنما على مدار السنة. نحتفي بطلبة العلم الذين يكتبون بها، نحتفي بالشعراء، نحتفي بالكتاب، نحتفي بأساتذتها، نحتفي وليس هذا طبعا تقليلا من شأن اللغات الأخرى لأن اللغات الأخرى أيضا لها قيمتها ولها امتدادها الحضاري القديم حتى الحديث اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية طبعا أي لغة أخرى مهما يعني كان مصدر هذه اللغه يعد اكتساب اللغات مكسبا هاما جدا لاي انسان يتعلمها، لكن يبقى الحرص الاول والاهم على اللغه العربيه بمفترض انها تمثل بعدا في هويتنا. فالانتماء الانسان الجزائري الى مقومات يعني المجتمع العربي يكون باللغه العربيه. فعبد الحميد بن باديس رحمه الله حين تحدث عن الشعب الجزائري قال الشعب الجزائري مسلم والى العروبه ينتسب. اذا فالانتساب الى اللغه العربيه يكون باللغه العربيه وليس بالعرق العربي. يعني لما نقول انسان عربي يعني لغته هي اللغه العربيه وليس عرقه او جنسه هو العرب. اذا فهذا امر مهم جدا يغفل ربما عنه الكثيرون وهو ان الهويه هي هويه لغويه وليست هويه عرقيه في المقام الاول. لذا علينا ان نحرص على تقويم اللسان العربي الموجود لدينا ونحن لا نتحدث لما نقول تقويم اللسان، لا نتحدث عن لغه يعني لغه راقيه او لغه قديمه ماخوذه من المعاجم القديمه وانما نتحدث عن لغه
بسيطة مفهومة واضحة يمكن أن تستخدم استخدامها يومي في إداراتنا في مدارسنا في حتى ربما في منازلنا لماذا؟ هذا الأمر طبعا سيضمن أن الإنسان الجزائري أو المواطن الجزائري أو حتى الطفل يعني بما أنه أغلب الحاضرين من الأطفال يضمن لهم يشعر بذلك الانتماء إلى حضن اللغة العربية وإلى حضن الوطن العربي من خلال تقويم لسانه ووضع هذا الطفل على المسار الصحيح لاستخدامه للغة العربية. طبعا كيف سيكون ذلك؟ يكون ذلك من خلال تشجيع الأولياء في البيت ثم تشجيع المدرسين في المدرسة. طفل في مرحلة يعني زمنية معينة من عمره من 4 سنوات أو 3 سنوات إلى غاية 10 سنوات وهي هو السن الذي من المفترض أن تنتهي فيه المرحلة الابتدائية يكون أشبه بالوعاء الفارغ الذي يستقبل فقط كما نشاء نوع فيا حبذا يعني لو يحرص أولياء الأمور يا تلاميذ أولياء الأطفال على أن يعلموهم اللغة العربية ويوجهوهم إلى البرامج التي تمسكهم اللغة السليمة سواء برامج يعني ترفيهية أو حتى برامج تعليمية للملاء لأن الطفل يتعلم ويلتقط كل شيء من التلفاز من الشارع من المدرسة من مجموع رفاقه إذا كان هذا الوسط الذي ينتمي إليه الطفل حريص على اللغة العربية فلن نعدم جيلا يعني بعد مدة قادرا على أن يحمل جمال اللغة وأن يفتخر به وأن يبالي به أمام اللغات الأخرى فاللغة العربية كما قال أحمد شوقي إن الذي ملأ اللغات محاسن جعل الجمال وسره في الباطن يعني في اللغة العربية اللغة العربية جميلة في شكلها في رسمها في نطقها في موسيقاها في تركيبها في كل شيء فيحبذ لو نحتفي بهذا الجمال من خلال إحيائها من خلال قراءة الكتب التي دونت بها من خلال الكتابة بها في واسطة في وسائل التواصل الاجتماعي نستخدمها في التواصل اليومي بيننا وبين أطفالنا وتلاميذنا وطلابنا إلى غير ذلك المجد للغة العربية والمجد لقداسة الحفظ العربي أهنئكم مجددا في هذا اليوم على أمل أن تغني في حفلة أخرى والعربية أكثر تطورا وازدهارا وشكرا لكم مجددا وشكرا لكم